السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم في فيديو درس جديد بعنوان مهارات القرائية. في درسين قبل كده تناولنا العديد من مهارات القرائية، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنختم مهارات القرائية. أول مهارة معنا النهاردة وهي الصفة المضافة. ما معنى الصفة المضافة؟ هي كلمة تحدد وتقيد وتصف كلمة أخرى قبلها. يبقى الصفة المضافة لها وظيفتين، إنها بتحدد وتقيد وكمان بتصف الكلمة التي قبلها. نشوف الأمثلة ونشوف إيه وظيفة الصفة المضافة. حضر التلميذ، أنا بقول حضر التلميذ، يبقى من المحتمل إن يدخل تحت كلمة تلميذ أنواع عديدة من التلاميذ، لكن لما أتي بكلمة أخرى تصف هذه الكلمة التلميذ يبقى إذن هنخرج أنواع تانية من التلاميذ. زي ما أقول مثلا حضر التلميذ، عايز أصف التلميذ أقول إيه؟ حضر التلميذ النجيب، حضر التلميذ النجيب، يبقى أنا قصدت بالتلميذ إنه النجيب ووصفته بإنه نجيب. أو مثلا حضر التلميذ المتفوق، أو حضر التلميذ المنظم، وهكذا. المثال التاني معايا، رأيت سحابة، رأيت سحابة، يبقى كده أنا ما ميزتش ولم أصف كلمة السحابة. لما أحب أحددها وقيدها وصفها هقول إيه؟ مثلا رأيت سحابة جميلة، أو رأيت سحابة صغيرة، وهكذا. يبقى أنا قيدت كلمة السحابة بأن السحابة دي إيه؟ صغيرة. طيب نلاحظ حاجة كمان، إن في الصفة المضافة إن هنا بالألف واللام، لأن الكلمة التي قبلها بالألف واللام، هنا من غير ألف ولام لأن الكلمة التي قبلها من غير ألف ولام. يبقى الصفة المضافة بتتبع الكلمة التي قبلها في الألف واللام أو ما فيهاش ألف ولام، وكمان في التذكير والتأنيث، النجيب هنا مذكر لأن التلميذ هنا مذكر، وصغيرة هنا مؤنثة لأن سحابة مؤنثة. وده درس طبعا الصفة والنعت، لكن احنا قلناه كده لأن الأطفال لسه صغيرة عن هذا المفهوم. نأتي للمهارة التانية وهو الإتيان بكلمات على وزن واحد. إزاي أقدر أحل هذا السؤال؟ سؤال قدامي مثلا أزهار، أزهار، ألاحظ أهم شيء عندي في السؤال ده إن ألاحظ السكون وكمان المدود. الحاجة التانية إن أنا بجيب كلمات توافق الكلمة اللي معايا في آخر حرفين، يعني هنا آخر حرفين إيه؟ الألف والراء، يبقى جميع الكلمات اللي أنا هأتي بيها لازم تكون آخرها ألف وراء، ولازم توافقها في عدد الحروف ألف وزاي وهاء وألف وراء، 5 حروف. الحرف التاني ساكن، يبقى أنا هقول إيه مثلا؟ أقول أنوار، أزهار تكون أنوار. لو لاحظنا النون هنا عليها سكون، والحرف الأخير واللي قبله ألف راء، وهكذا. يبقى أزهار أنوار. إيه تاني ممكن نقوله؟ أشجار، أشجار، لو لاحظنا الشين عليها سكون، أشجار، وقبل الحرف الأخير راء وقبله ألف. إيه كمان ممكن نقول؟ أبرار، أبرار، الباء هنا عليها سكون وفي الآخر ألف راء. مثلا ممكن نقول أسوار، أسوار. وعلشان أتأكد إن أنا ماشي صحيح ممكن إيه أغنيها فتكون على وزن واحد ورتم واحد، فأقول إيه؟ أزهار، أنوار، أشجار، أبرار، أسوار. هتلاحظ إن كل الكلمات متوافقة على وزن واحد، مفهومش ولا كلمة شاذة. مثال تاني معايا، كلمة مفيدة، مفيدة، نلاحظ إن الحرف الأخير واللي قبله دال تاء مربوطة، وقبلهم فيه إيه؟ فيه مادة بالياء. طيب أجيب إيه مثلا؟ مفيدة هنقول إيه؟ عنيدة، عنيدة، 5 حروف، الحرف اللي في الوسط حرف مد بالياء،
وحرفين الأخير، الحرف الأخير واللي قبله الدال والتاء المربوطة. طيب إيه كمان ممكن نقول؟ جديدة، يبقى عنيدة جديدة. ممكن نقول إيه كمان؟ عديدة عديدة. الحرف الثالث هيكون ياء مد، والأخير واللي قبله دال وتاء مربوطة. شديدة شديدة. لو نغنيها مع بعض هنلاقي مفيش أي شذوذ في الكلمات اللي أنا جبتها. فأقول إيه؟ مفيدة عنيدة جديدة عديدة شديدة. لو فيها كلمة شاذة هتظهر معانا في النطق. بعد كده عندي حاجة مهمة جدا، وهي شكل فين. شكل فين عبارة عن كلمتين بينهم اختلاف وبينهم اتفاق. الاختلاف فيه دايرتين وفيه نقطة تقاطع ونقطة ايه؟ اختلاف. يعني مثلا انا عندي كلمة النهر، عايز كلمات تتميز بها كلمة النهر عن كلمة البحر، وهنا هكتب كلمات يتميز بها البحر عن النهر. في المنطقة الاتحاد اللي في الوسط أو التقاطع اللي في الوسط بجيب كلمات موجودة في النهر والبحر، يعني متعلقة بالنهر والبحر معا، أو الاتنين بيشتركوا في نفس هذه الكلمات. طيب زي ايه مثلا؟ لو أنا قلت النهر، النهر ايه اللي بيتميز عن البحر؟ النهر بيكون عذب. النهر بيكون ايه؟ عذب. طيب والبحر؟ طبعا مش عذب، لان لو عذب كنا كتبناه في الوسط. البحر هنا ايه؟ البحر مالح. يبقى البحر بيمتاز بانه مالح، والنهر يمتاز عن البحر بانه عذب. ايه كمان؟ النهر بيكون ضيق. النهر بيكون في العادة بيكون ضيق، والبحر في العادة إنه بيكون واسع. بيكون إيه؟ واسع. النهر بيمتاز عن البحر بإن بتسير فيه مراكب، لأنه صغير والمراكب أيضا صغيرة فبتناسب النهر. البحر يسير فيه إيه؟ بيسير فيه سفن كبيرة، سفن. يبقى دي كده أشياء وأمثلة للنهر بيمتاز بيها عن البحر، وعلى الجنب الآخر ما يمتاز به البحر عن النهر. نيجي في الوسط نقطة تقاطع. إيه الموجود في النهر وفي البحر؟ موجود فيهم ماء. النهر فموجود فيه ماء، والبحر كذلك موجود فيه ماء. النهر موجود فيه إيه؟ موجود فيه سمك. النهر موجود فيه سمك. طب والبحر؟ طبعا موجود فيه سمك. ومادام موجود سمك في النهر وموجود سمك في البحر، يبقى موجود فيه صيادون. موجود فيه صيادون، وده شكل فين. تمام. نأتي للحاجة الأخيرة، وهي سؤال سهل جدا، وهو تصنيف الكلمات. ما عندي مجموعة كلمات بصنفها تحت الجدول والمسمى، ومسمى الجدول اللي عندي. أنا عندي مثلا كلمة أطباء، كلمة مرضى، معلمون، أجهزة طبية، تلاميذ، سبورة. لو أنا رحت عند كلمة أطباء، يا ترى أطباء مرتبطة بالمدرسة ولا مرتبطة بالمستشفى؟ طبعا أطباء مرتبطة بالمستشفى. طيب وكذلك المرضى مرتبطة بالمستشفى. المعلمون، هل المستشفى فيها معلمون؟ لا طبعا، المستشفى المعلمون فيها في المدرسة. طب يلا نأتي للتصنيف، نقول أطباء. تروح فين أطباء؟ المدرسة ولا المستشفى؟ هتروح طبعا عند المستشفى. كلمة مرضى ترتبط بالمستشفى، يبقى هي عند المستشفى. المعلمون مرتبطة بالمدرسة، يبقى إذا معلمون تحت أو في جدول المدرسة. أجهزة طبية، الأجهزة الطبية مرتبطة بالمستشفى. التلاميذ، هل في المستشفى فيه تلاميذ؟ طبعا لا، التلاميذ مرتبطة بالمدرسة. طيب وسبورة، السبورة مرتبطة بإيه؟ بالمدرسة. وده كان آخر شيء معانا، وهو تصنيف الكلمات. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس.
إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.